أنا رجل تعليم من إعدادية علام عبد الله، جيت اليوم من أجل التلقيح ضد كوفيد. العملية بسيطة، يعني وكنصح جميع الإخوان يجيو يديروا هذا اللقاح هذا. لماذا؟ باش إن شاء الله تعالى نقضيو على هذا الفيروس اللي كنطلبوا مولانا إن شاء الله تعالى أن يرفعه عنا وعن البشرية جمعاء. جميع الذين سجلت أسماءهم الذين يفوق عمرهم 45 سنة كلهم بالنسبة لإعداديتنا كلهم قدموا إلى هنا وأجروا تلقيحهم. طبعا تم إعطاء الانطلاقة الرسمية للتلقيح على صعيد المديرية الإقليمية بالعيون يوم السبت 30 يناير. اليوم الأول من عملية التلقيح شملت 185 إطار إداري وتربوي، واستأنفت العملية يوم الاثنين بحصة 250 إطار. طبعا الدفعة الأولى تشمل الناس اللي عندهم أكثر من 45 سنة، والعملية لازالت مستمرة. دعوتي لرجال ونساء التعليم بإقليم العيون للانخراط الإيجابي في هذه العملية للوصول إلى مستوى من التحصيل الجماعي الذي سيمكننا من العودة الطبيعية إلى الدروس، وبالتالي تدارك الدروس أو التعطل الحاصل في الدروس نرجع للمستوى العادي. نتواجد اليوم بالمديرية الإقليمية بمدينة العيون باش نساهموا في العملية دي تسجيل الأسامي الملقحين بالتلقيح ضد كوفيد 19 بالتطبيق من وزارة الصحة. العملية كتمر بظروف جيدة، وكنشكروا الطاقم المرافق لنا من أطباء وشبه طبية ورجال التعليم. المراحل اللي كيدوز منها الشخص أنه كيدوز لعندنا، كناخذوا لي كارت ناسيونال ديالو كندخلوهم على التطبيق اللي عطينا الوزارة، كنشوفوا واش دايز عندنا ولا ما دايش. إلا كان عندنا كنسجلوا ليه المعلومات ديالو كنصيفطو عند لي زانفيرمي، هما اللي كيقوموا بالعملية ديال التلقيح. احنا انا كمستفيد من عملية التلقيح اللي تلقحنا بها ان شاء الله في مديرية، مرت بظروف جيدة الحمد لله، ما حسينا حتى شي حاجة. كان هناك تخوف، ولكن الحمد لله منين درنا التلقيح ما كاين حتى شي إشكالية، ما حسينا لا بدواخ ولا حسينا ب شي خلعة ولا شي. كامل خطط أمور كاملة بخير وعلى خير، ونتمنى على أن يجي رجال ونساء التعليم يجوا باش يلقحوا باش تمر هذه العملية بخير وعلى خير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش أبونا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.